من هنا خليني أوري لك إزاي الدولة طول الوقت واقفة بقى هنا جنب الناس، سواء إذا كان الطبقات المتوسطة أو أهالينا اللي على قد حالهم شوية، الطبقات اللي احنا نسميها إيه اللي إن شاء الله تتحرك إلى طبقة متوسطة فأعلى، يعني الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري. فالنهاردة لو تتذكروا قالت لنا الأستاذة مي عبد الحميد أنه يوم 15 هيتفتح باب التسجيل لوحدات الإسكان للتمويل العقاري بفايدة 3%، أهالينا اللي على قدهم حبتين. خطوات التقديم بقى يا سادة هتبقى كالتالي، أقولها ولا ما أقولهاش مش عارف، لو قلت يبقى لسه أستاذة مي عبد الحميد مش معانا على التليفون، إذا ما قلتش يبقى ده معناه الأستاذة مي عبد الحميد معانا على التليفون، معانا يبقى نرحب بيها وبشدة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم. وكما جرت العادة وعدتم فأوفيتم، ويوم 15 بالتمام اتفتح باب التسجيل. تمام يا فندم بالظبط. إيه هي الخطوات والشروط اللي نفهمها يمكن بشيء من التبسيط للمواطن؟ بصراحة أنا من صباحية ربنا كل الناس اللي حواليا هو بقى هنعمل إيه؟ طب نروح فين؟ طب هو الفايدة بتتحسب إزاي؟ والتلاتة في المية متناقصة دي يعني توصل لكام؟ ولو 8% توصل لكام؟ حاجات بقى من هذا القبيل يعني. طب احنا عاملين شويه حاجات بسيطه كده برضو عشان احنا متوقعين الاستفسارات دي، فيعني ايه أيوه. احنا مبدئيا منزلين حاسبه للتمويل العقاري على الموقع، هندخل السن بتاعنا دلوقتي يطلع لنا مده التمويل، نقدر نعرف هناخد تمويل كام وهندفع قسط كام وهيبقى مطلوب مننا نستكمل المقدم لكام لما نروح البنك. كويس. فده فيما يخص التمويل. احنا قلنا انه التمويل ممكن يوصل ل 30 سنه لو سني 30 سنه مثلا، يعني عند المعاش هقف بقى 30 سنه، فحاسبه التمويل العقاري كل واحد هيفوت عليها ضمن خطوات التقديم ويعمل حسبته وهيقر انه عمل حسبه التقديم وفهم الحاجه دي، يعني هيجي له شاشه يقول انه اطلع على الحاسبه وعمل الحسبه وفهمها وعرف انه ايه هيدفع كام بالظبط او شروطه التمويليه شكلها ايه. جميل. فدي خطوه للتسهيل. خطوات التقديم كلها احنا عاملين لها فيديو تعريفي، يمكن احنا نزلناه امبارح الساعه 12 بالليل، عليه حوالي 40,000 مشاهده لحد دلوقتي. حلو قوي. فده معناه برضو انه المهتمين كتير. احنا فتحنا زي ما قلت حضرتك 12 بالليل امبارح اللي هو يعني ليله 15. أيوه. سجل على الموقع حوالي 10,000 واحد فتحوا حسابات. النهارده في 2650 واحد دفعوا المقدم في البنك. احنا طرحين طبعا 7,000 وحده، فده يعني رقم كبير قوي. عاده الناس كانت بتدفع المقدمات في يعني في اخر ثلاث اسابيع. 7,000 وحده دول في عموم الجمهوريه يا فندم؟ في كافه المدن الجديده ال 15 مدينه اللي احنا طرحين فيهم. عظيم. طيب انا النهارده عشان اروح على فين؟ اخد بعضي واطلع على مثلا بنك الاسكان والتعمير ولا هطلع على فين؟ ولا هنطلع على اي حته. احنا طبعا بنهتم بايه ان احنا يعني نحاول نخلي الموضوع كده زي ما بنقول وان ستوب شوب. هو هينزل الكراسه من على الموقع فيها الخطوات، خطوه سداد المقدم ممكن يحول الكتروني من حسابه لبنك التعمير والاسكان واحنا محددين له الحساب اللي هيحول عليه. طيب دي الطريقه السهله بتاعه الناس اللي بتستخدم انترنت، واهالينا اللي ما لهمش في القصه دي يعملوا ايه؟ هيودعوا الفلوس في بنك التعمير والاسكان. يروح على البنك بالظبط، ياخد الكراسه ويحط الفلوس. بالظبط. والكراسه مشروح فيها برضو كل حاجه بالتفصيل التفصيل، كل الخطوات مشروحه والفيديو موجود. يعني احنا يعني وعلى فكره لما الناس كلها بتخلص دفع مقدمات انا بشوف مين اللي ما قدمش منهم وبرجع اعمل له رسائل او اتواصل معاه عشان اشوف لو عنده مشاكل في رفع الاوراق على الموقع. فعايز الناس تطمئن ان ما فيش مشكله. هو انت طالما دفعت المقدم فانت ان شاء الله هنخليك يعني تستكمل الاوراق بحيث تبقى جاهز للحجز الالكتروني يوم 15 مارس. دي وحدات اسكان اجتماعي ولا متوسط واجتماعي؟ لا ده متوسط بس متوسط. يعني سكن مصر هي بس الشروط جيده جدا. ليه؟ لان المبادره لما بقت 30 سنه والفايده 3% ففي ناس يعني انا لما ابقى عارضه مثلا وحده ب 450,000 جنيه وسعر المتر 4,000 جنيه فالقسط ممكن يبقى في حدود 800 جنيه، فده يعني قريب من الاجتماعي لانه نتيجه انه الفايده والمده طولت، الفايده نقصت والمده طولت، فالموضوع بقى يعني بقى فيه افوردبيلتي احسن بكتير. حسبه زي ما حضرتك قلتي وكده كده في حاسبه موجوده اونلاين بدخل فيها السن وبدخل فيها النسبه بتاعه المقدم اللي هدفعه وهيطلع لي القسط بتاعي على حسب عدد الشهور والسنوات المتبقيه ليا.
بالظبط يا فندم بالظبط. ده شيء اكتر من رائع. اشكرك جدا 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 يا استاذه مي حقيقي يعني، شكرا جدا على جهدكم في الصندوق التنفيذي، اسف الصندوق، صندوق التمويل العقاري، استاذه مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لهذا الصندوق. يبقى هتخش على الموقع هتلاقي كل حاجه، وتنزل الكراسه من وانت قاعد كده على الانترنت في البيت. طب انا ما بعرفش في القصه دي يا عم يوسف، هتلاقي الواد ابنك عارف، العيال الصغيرين الجداد دول عيال مدقدقه قواريب. اه والله هتلاقي الواد عنده 10 سنين وما شاء الله جن قاعد عمال يعمل حاجات، بتكلم بجد والله العظيم. طيب ملناش في القصه دي خالص، يبقى اقرب فرع لبنك الاسكان والتعمير هتروح. سلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، انا عايز الكراسه بتاعه الوحدات الجديده. اتفضل يا حاج. بكام دي يا سيدي؟ بكذا. ادفع هناك يا حاج في الشباك. هتدفع يا حاج في الشباك، هتاخد الكراسه، هتقعد بقى كده على رواقه تقرا بالراحه وتظبط نفسك، وجنبك كده الاله الحاسبه و100 فل و14 7000 وحده اظن يعني توفي الغرض. بالمناسبه ولسه